الرئيس المعزول مرسي وطبعا النجم صبري فواز، ازاي طبعا قدرت تخلق منه الروح دي؟ الحمد لله. طبعا استاذ صبري فواز ممثل كبير برضو، اول ما استاذ صبري جه واحنا بنعمل التيست برضو بدانا نعمل الدقن. احنا انا بشتغل الدقن دي هاند ميد كده، شعرايه شعرايه كده على الوش نفسها، مش تركيب زي زمان كده، فده بتبقى احسن واوقع. بدانا الحمد لله عملنا الدقن كويس قوي ورسمناها صح. فكان عندنا مشكله في الجبهه برضو بتاعت استاذ صبري، ان الجبهه بتاعت استاذ صبري كبيره، جبهه محمد مرسي رئيس المعزول صغيره جدا، فحاولنا نحاول نقرب الشكل، نعمل نسبه تناسب عشان يبان طبيعي بس. فبدانا نحط شعر في بدايه الجبهه كده من فوق، والكوافير طبعا محمد بوجي طبعا من الناس الشاطره جدا برضو، حاول يقص نفس القصه ويمكس الشعر اللي احنا عاملينه على الشعر بتاع استاذ صبري نفسه عشان يبقى بنفس الدرجه بنفس كل حاجه وبنفس القصه بتاعت الشخصيه الرئيسيه. والحمد لله برضو ربنا وفقنا ان احنا نوصل للشكل اللي حضرتك شفتيه ده. أكيد.